بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا. فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودع الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. فظل الجهال والرعاع ومن لا علم له، وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه، وما لم يوافق عقولهم ردوه. فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة، وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: والإيمان، أي وما يجب اعتقاده والإيمان به، أن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وما أطلعه عليه أخبر ببعضه وأمسك عن بعض، ولم يكن خبره صلى الله عليه وسلم في ذلك عاما، إنما أخبر ببعضه على نحو يحصل به تبليغ ما أمره الله تعالى بتبليغه. وقوله رحمه الله: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا الحديث في السنن والمسند، وإسناده جيد، من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وجاء من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو دال على افتراق الأمة على هذا العدد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة إلا واحدة، ثم بينها قال: وهي الجماعة. قيل: يا رسول الله، من هي؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا بيان أنه لا نجاة من أنواع الضلالات وصنوف الانحرافات في الاعتقاد والعمل إلا بلزوم ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحابه، وما كان عليه خير الأمة ممن شهدوا التنزيل وفقهوا عن الله خطابه وأدركوا مقاصد كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله في بيان الانحراف الذي وقع في الأمة، قال: وهكذا كان الدين، أي الاعتقاد والعمل، إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكانوا على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الناس زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وبمقتل عمر رضي الله تعالى عنه
جرى الاختلاف في أحوال الناس والتغير، ولذلك قال: وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف، يعني واستمر حال الناس على حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في خلافة عثمان أيضا، على نوع من التغير والاختلاف اليسير، ولذلك تدرج هو في ذكر المراحل، فقال: كان الدين إلى خلافة عمر، وهكذا خلافة عمر انتهت بمقتله رضي الله تعالى عنه، ثم ولي عثمان وبقي الناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غالب أحوالهم، ثم جرى بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه الاختلاف والتغيير. قال: جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغير وقال به وعمل، وهؤلاء هم المسددون الموفقون، ودعا الناس إليه، وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحال خيار أهل ذلك القرن من التابعين. قال: فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الأمر كناية عن بني العباس، ولم يصرح لأن هذا مشهور ومعروف، وهذا يفيد أن الإنسان ليس بحاجة إلى التصريح بما هو معلوم مما يتعلق ببيان أحوال الناس وأوصافهم. قال رضي الله تعالى، قال رحمه الله: وتغير الناس جدا، وفشت البدع، وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. هذا كله بيان لتغير الحال، وأطمع الناس في شيء من أمن الدنيا، يعني مما زاد انحراف الناس أنهم وقعوا في طمع في الدنيا بالموافقة على الانحرافات، وأن دنياهم تطيب بهذه الموافقة. والجانب الآخر قال: وخوفوهم عقاب الدنيا، وذلك بالترهيب من المخالفة التي تقتضي التصريح بنبذ ما كان على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بين المؤلف رحمه الله الأحوال والتغير، يقول: فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. قوله رحمه الله كفروا، هذا حكم يحتاج إلى توجيه، لأن الحكم بالكفر العام بسبب التغير ليس بصحيح، فالكفر لا بد فيه من إقامة الحجة، ولا بد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، ومثل هذا ليس بصحيح، بل لما ظهرت الأقوال الكفرية لم يكفر الإمام أحمد رحمه الله من قال بها ممن قالها جهلا أو قالها اتباعا لغيره دون تمحيص وعلم. وغالب كلام الأئمة في بيان خطأ الأقوال وضلالها، أما الحديث عن الأشخاص فذاك لا يكون إلا بتمام علم بحالهم ومعرفة بتنزل الأحكام عليهم. ولهذا ثمة في كلام المؤلف رحمه الله جملة من المواضع يطلق مثل هذه الإطلاقات لا بد من تقييدها، وإلا فإنها إذا أخذت على إطلاقها الذي كتب ونقل فهي خطيرة، لأنها تغري الجهال بالتكفير دون روية ودون استبصار ودون معرفة ما ينبغي أن يستحضر في هذا الباب.
والأمر في قضية التكفير من أخطر ما ينبغي أن يتوقع ويخاف لما له من الأثار البعيدة على دين الإنسان وعلى حال الأمة. قال: وضعوا القياس، والمقصود بالقياس الذي يرد به النصوص ترد به النصوص وتبطل، وحملوا قدرة الرب وآياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم، وهذا بيان لمقصوده بالقياس، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم، صلى الله السلام والعافية. وهذا في القرون الأولى، في القرن الثالث الهجري والقرن الثاني الهجري، فكيف بالقرن الرابع عشر الهجري؟ ولذلك ينبغي لأهل العلم والمشتغلين بدعوة الناس ألا يرفعوا سقف الطموحات فيما يطلبونه من الناس، وأن يؤكدوا على الأصول والقواعد التي بها تستقيم الديانة، وأن يلزموا الناس التوحيد الذي به النجاة، وأن يدلوهم على ما فيه الخير، وأن يفقهوا ما يمكن أن يطلب من الناس وما يسكت عنه، لا لعدم طلبه شرعا، لكن لأن الناس تقصر أمورهم وأحوالهم عنه. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى شيء من هذا فيما يتعلق ببيان الأحكام وفيما ينهى عنه منها، فقال: لا ينهى، قال رحمه الله: لا يطلب ممن تورط في المحرمات أن يتوقع الشبهات، فإن هذا مخالف لمقتضى الترتيب فيما يطلب من الإنسان، فإن من تورط في المحرمات يطلب منه الكف عنها أولا ثم يترقى إلى ترك الشبهات، أما من تورط في المحرمات فهذا لا تطلب منه التنزه عن الشبهات لأنه قد وقع فيما هو أعظم. نعم، اللهم بصرنا. نعم، واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. هذا من أحكام الفروع، ويرد به على الطوائف التي استحلت ذلك كالرافضة ومن شابههم. واعرف لبني هاشم فضلهم ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. واعلم رحمك الله، هذا بيان أنه ينبغي أن يعرف لكل ذي حق حقه، وبدأ بحق بني هاشم لأنهم من أعظم الناس حقا لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك ذكر أصحاب الحقوق على حسب مراتبهم ومنازلهم، والله تعالى قد قال: إن الله أمركم أن تؤدى الأمانات إلى أهلها، وهذه الحقوق عامة وتتأكد بقيام أوصاف الإيمان. وقد ذكر جملة من الأمور التي تحتاج إلى دليل كحق العرب وما أشبه ذلك، والمقصود به عدم معاداتهم، لأن ثمة من يعاد العرب لكونهم عربا وهم الشعوبيون الذين يتنقصون العرب ويذمونهم ويسلبونهم ما أنزلهم الله تعالى به، ما أنزلهم الله تعالى من مكانة سامية في الناس، حيث أنزل خاتم كتبه بلسانهم وجعل آخر رسله منهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولولا أن هذا الجنس خير الأجناس في علم رب العالمين لما كان الاختيار والاستفاء منهم، وقد وصفهم الله تعالى بالاستفاء جميعا، ومن التحق بهم ممن آمن بما أنزله الله على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه بلسان عربي مبين، حيث قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. نعم، قال: واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا
يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبضة في أمر العامة، وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس والرأي، وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وظلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله بيان الموقف من الجهمية، وهم الذين أحدثوا في الإسلام بدعا متعددة تتعلق بأسماء الله وصفاته، وتتعلق بالقدر والموقف منه، وثمة أبواب ومسائل أخرى أيضا حصل عندهم فيه انحراف وضلال وخروج عن الصراط المستقيم. وقوله حتى كان في خلافة بني فلان، قبل قليل مر نظير هذا التعبير في ذكر تغير أحوال الأمة من زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأشار إلى ذلك في قوله رحمه الله حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان، الذي يظهر أن هذه هي تلك، هذه العبارة موافقة لتلك العبارة، والمراد ببني فلان بني العباس، المراد ببني فلان بني العباس فيما يظهر، والله تعالى أعلم. وإنما عم المؤلف ذكرهم إما لقيام الخلافة زمنه، وإما لكون العباس من أهل البيت وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره أن ينسب السوء والشر إلى بنيه إكراما له، فعم الخبر بما يعلم به المقصود دون التعيين، وذلك أن البدع المتعلقة بالديانة حصلت في خلافة بني العباس في زمن المأمون، وأما في خلافة بني أمية فلم يكن ثمة انحراف بهذا الحجم. الانحراف الكبير الذي طرأ على الأمة كان في زمن خلافة بني العباس. نعم. وما ذكره رحمه الله من التغير الحاصل نظير ما تقدم، وأنه ينبغي التروي فيما يتعلق بالتكفير والحكم على الأعيان والمجموع أيضا. نعم. قال: واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد بن حنبل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. نعم. هذا المقطع من كلام المؤلف بيان لأبرز البدع التي جرت في هذه الفترة التي أشار إليها المؤلف رحمه الله، وهي بدعة الجهمية الذين حصل بهم شر عظيم على الأمة، وفتن الناس في دينهم بسبب انحرافاتهم وضلالاتهم فيما يتعلق بالقرآن وسائر ما أخبر الله تعالى به من صفاته التي أنكروها وعطلوها. وما أشار إليه من أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع،
لأن هذا تشبيه، وهو ما استتر به المبتدعة من الجهمية بعد ظهور السنة، فإنهم كانوا يستترون عن ما قالوه من أن القرآن مخلوق بمثل هذه المقالة، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. أيضا هذا مسلك جماعة منهم للتخلص من القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فكانوا يتوقفون أو يسكتون عن ذلك لأجل أن يتواروا عن أن يذكروا ما يجب اعتقاده في كلام الله عز وجل مما دلت عليه مما دل عليه كتابه والسنة. بعد هذا أشار المؤلف رحمه الله إلى أن ما وقعوا فيه من انحراف وما تورطوا فيه من ضلال إنما كان بسبب بعدهم عن الطريق القويم فيما يتصل بأسماء الله عز وجل وصفاته وما أخبر به عن نفسه من إثبات ذلك على نحو من التعظيم والإجلال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولهذا تتجارى بهم الهوى وتتابع عليهم الانحراف حتى عطلوا الله عن كل ما أخبر به من أسمائه وصفاته. فالجهمية لا يثبتون اسما لله ولا يثبتون وصفا له جل في علاه إلا الوجود. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم، فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوها وأوهنوهما، وصارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله، فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا، فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. هذا عرض لما جرى من انحراف في هذا الباب، نسأل الله عز وجل أن يظهر السنة وأهلها، وأن يهدي المبتدعة، وأن ينشر أعلام الهدى في الخلق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.